مساء الخير واهلا بيكم مع مو في موري فيوز. هنتكلم النهارده عن مسلسل فايندينج علا او البحث عن علا اللي نزل تقريبا من يومين على نتفليكس بطولة هند صبري وبقى حديث مصر كلها السوشيال ميديا. هنعرف حاجات كتير وهنقيم المسلسل في الحلقه دي. مش هحرق النهايه ولكن هتكلم عن احداث كتير حصلت وحاجات كتير تهمنا وتهم الناس كتير. اخيرا عايز اقول لكم ان الحلقه دي تقريبا 90% من البنات اللي اهتموا بيها، بالنسبه للشباب احنا مش بنهتم بالكلام ده، ولكن المسلسل قوي وفتح قضيه كبيره جدا. خلينا نعرف الاحداث والتفاصيل ويلا بينا. مسلسل فايندينج علا نزل على نتفليكس من يومين تقريبا، ومسلسل قالب الدنيا حرفيا، ومسلسل من 6 حلقات بس من بطولة هند صبري، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ومعها مجموعة شباب كبيرة جدا، والمسلسل رائع. المسلسل بيتعرض بس دلوقتي على نتفليكس، تقدر طبعا تشوفه عن طريق الاشتراك بس، لسه ما نزلش على المواقع التانية. المسلسل بيناقش قضايا كتيرة جدا، هو 6 حلقات لكن كل حلقة مدتها ساعة، لكن المسلسل ماسك كذا قضية وبيتكلم عليها، وهو ده موضوعنا النهاردة. أولا خلينا نتكلم في القصة والأحداث العامة والحبكة وتراب الشخصيات وكده. القصة ممتازة جدا، الأحداث جميلة، ترابط الأفكار والنص قوي جدا. المخرج هادي الباجوري عامل شغل عالي الصراحة، هند صبري تمثيلها فوق الممتاز. فبالتالي احنا قدام مادة دسمة، 6 حلقات كل حلقة ساعة، لكن كأنك بتشوف حاجة محترمة وحاجة من اللي احنا نفسنا نشوفها فعلا. اي نعم نتفليكس حطت شوية شطة بتاعتها برضه في الاحداث، بس ما علينا، احنا عايزين نهتم بالقضايا اللي احنا هنفتحها ونتكلم عليها دلوقتي. والقضايا دي هتهم ناس كتيرة جدا، يمكن يكون في افكار شوية غريبة وافكار جديدة في المجتمع، ولكن دي من ضمن خطة زرع الافكار للاجيال الجديدة عشان تغيير الفكر. ولكن المرة دي جات في تغيير فكر في حاجة كويسة جدا، جات في المصحب والعزل تماما. خلينا نعرف المواضيع اللي غطاها المسلسل ده وهنقول لكم رأينا فيها، وعايزين نعرف رأيكم برضو في الكومنتات تحت عشان دي حاجة مهمة جدا، وده زي ما نقول كده قضية رأي عام. في بداية المسلسل وبصورة لطيفة جدا، هاني عادل متجوز هند صبري والحياة مبسوطة، فجاي بيقول لها ان هو هيسيبها خلاص، ان هو بقى زهقان معاها. بنتفاجئ بعدين ان هو بدأ يشوف بنت تانية صغيرة فاشن وبلوجر وانفلونسر وعندها مشهورة جدا واصغر من مراته ب 20 سنة تقريبا، وقد بنته الصغيرة وفرق فيها بينها وبينها 5-6 سنين، فبالتالي عشان يحس بشبابه مش عارف. لكن ده بيقول لنا ان برضه ان هاني عادل عنده شوية مشاكل صحية كده، ولكن قرر خلاص ان الراجل ده مرتاح ماديا وما عندوش مشاكل، لكن عايز يغير مراته عشان تقريبا زهق منها، غيرها لواحدة تانية. تبدأ هنا هند صبري بصراع كبير جدا، هي كانت دكتورة وسابت شغلها عشانه، هي كل ده اسقاطات على المجتمع، هي سايبه حياتها واهتماماتها بالاطفال بس، بالاطفال وبيتها وجوزها وتماما، مكانش في حاجه تانيه. فبالتالي الراجل قرر ان هو زهق منها وسابها يشوف واحده اصغر شويه، فبالتالي هي قررت تواجه الحياه ومصاعبها، بتقابل الراجل والتاني والتالت والحامل مره والتانيه والتالته، وبترجع علاقاتها اللي فاتت، وبتقدر انها تفتح براند شغل ليها وبتقدر تشتغل وتقف على رجلها. خلينا نقول هيحصل ايه في النقطه دي، لكن خلينا هنيجي للقضيه دي بعدين. في النص بقى بيبين لك العلاقات بينها وبين مامتها وبينها وبين حماتها، وخلينا نقول ان القضيه الكبيره هنا ان الام بتحاول تسيطر على الابناء سواء كانت بنت او كانت ولد، وتحاول تخلي نسخه منها، ولازم يسمعوا الكلام عشان هو الاهالي هنا في مصر، انت دكتور فابوك دكتور، انت مهندس فابوك مهندس، ما عندكش حريه الاختيار. فبالتالي هي ربت بنتها برضه على كده، فبالتالي عندها 40 سنة وبقت بتخاف من مامتها. فدي القضية اللي قلنا احنا بنناقشها، ان دلوقتي الاجيال الجديدة او جينيريشن زي، طبعا في مصطلحات كتيرة او هتسمعها في المسلسل ده، ولكن جينيريشن زي ده الاجيال اللي من 2000 بقوا فاهمين كل حاجة، وبقت الناس دي عندهم تفكير مختلف. فانت لازم عشان تفهم التفكير المختلف ده انك تبقى دماغك زي دماغهم وتفكر زي تفكيرهم، مبقاش فيه الوقت اللي بيخاف، بقى انك تصاحب اطفالك وابنائك وانك تسيبهم على حريتهم، كل واحد يعمل اللي عايزه، انت بس دورك التوجيه، لان زي ما انت عشت حياتك فهم برضو من حقهم يعيشوا حياتهم، وده ماشي مع الابناء. فبالتالي ان سوسن بدر كانت متحكمه جدا في حياه هند صبري، ترجع لجوزها، تروح لجوزها، تروح ترجع تاكل، لحد ما هند صبري ما قدرتش تستحمل كل ده، وبدات هند صبري نفسها اللي هي الام للطفلين بدات هي اللي تغلط عشان خاطر تحس بالحريه وتحس بالمتنفس. هو دي المشكله اللي الاهالي بيعملوها في اطفالهم دلوقتي، التحكم زياده عن اللزوم بيؤدي ان الطفل ده او الابن ده بينفجر، فلما بينفجر ممكن يعمل حاجات غلط كتير وهو ما كانش عايز يعملها، ولا انت كنت عايز يعملها بس هو دخل في حاله ان هو يعملها. في قضيه ثانيه بناقشها، قضيه الانفصال وازاي ده بيأثر على حياه الابناء. نعم المسلسل نفسه هنا وهو بيتكلم عالج النقطه دي، ان الراجل ده مقتدر والراجل ده مش محتاج فلوس كتيره، فبالتالي وفر لعياله كل حاجه.
ولكن الانقسام بان في المدرسه، اللي بان بين الاطفال وبين صحابهم، بين البنت اللي هي بتروح تتعرف على شاب تاني، بين الابن اللي جاله توحد، بين حاجات كتير قوي بتحصل. في قضيه كمان المسلسل بيتكلم عليها، القضيه دي فكره اللي هو الثبات العاطفي. يعني لما تبقى في علاقه، يعني يا تبقى قدها يا تسيب العلاقه دي تماما، لان في حاجه في الاجيال الجديده دلوقتي هو مش عايز علاقه جواز على طول، لا مفيش الكلام ده، الكلام ده انتهى. يعني دلوقتي البنت عايزه تتعرف عليك، تثق فيك، وبعدين تبدا ان انت خطوه بقى كبيره، خطوبه او تكلم اهلها او تتجوزها، دي حاجات احلام كبيره بينها وبيها، او مش ده وقته، هو ده تفكير اجيال جديده. فبالتالي دي مش مع الفكره دي تماما، لان انت المفروض لما انت جد وتتجوز فانت لازم تختار حد ولازم تثبت معاه وتستحمل الحياه بحلوها ومرها. ما مش وقت ما يبقى كويس تمام، وقت ما يبقى مش كويس تسيبه. وللاسف هو ده اللي بيحصل مع كل الناس، كل الناس طول ما انت كويس بتبقى جنبه، طول ما انت وحش بتسيبك، وممكن تطلع فيك القطط الفطسانه حرفيا، لان انت مش كويس وانت مش على مزاجهم، فبالتالي هيسيبك ويروح لحد تاني. فبالتالي هنا دخلك في تعقيدات كتيره، ولكن اداك حلول ليها. برضو كان في كامبينج بين الاطفال وبين ابائهم، هنا كان بيقول لك ان انت لازم تصارح بنتك او تصارح ابنك بالمشاكل اللي بينك وبينه عشان يبقى في علاقه اقرب منكم وفي اكثر تفاهما. المسلسل بيبرز حاجه تانية، دور الصداقه في الحياه، وان الصداقه مهمه كتيره جدا، والصداقه دي ممكن بتكمل حياتنا وبتكمل علاقاتنا، وان الصداقه وصديق اختياره صح لازم يبقى مهم في حياتك، لازم تدي للصديق اهميه، لان هو لازم عشان انت تدي بتاخد، فلازم يبقى في علاقه بين الاثنين. انت طول ما انت عمال تدي ومفيش مقابل، فبالتالي الصداقه دي هتنهار. يمكن ده المسلسل ركز عليه كمان. اخيرا اخر فكره المسلسل ركز عليها او النهايه، معلش الفتره الجايه دي فيها حرق، فانت لو مش عايز تحرق المسلسل عايز تشوفه مفيش مشكله، اقطع وقف عندنا. في النهايه المفروض ان هو بعد ما هاني عادل اللي هو كان جوزها بعد ما طلقها وشاف حياته مع بنت صغيره، لان البنت الصغيره دي مش هي طموحاته ومش تقدرش تشيل المسؤوليه. في الناحيه الثانيه ان هند صبري خلاص اختلطت مع ناس كتيره وتطورت من شخصيتها جدا وعملت البراند بتاعها وبقت ست ناجحه، وبقت ست بتحب راجل تاني اغواها او حاسسها ان هو بيحبها ودكتور ومكانه اجتماعيه، فهنا بتختار انها مش هترجع لهاني عادل، فبالتالي صعب يسيبها وقت ما هو عايز ويرجع وقت ما هو عايز، لان المشاعر دي ماتت خلاص، ما بقتش موجوده، فبالتالي هي مالهاش لازمه ان هو يرجع، حتى مع ضغط الاهالي برضه اللي هم مش ناويين يسيبوا الاطفال في حالهم، وده اسقاط كبير في المسلسل ده. فبتروح لدكتور تاني اللي هو بيطلع ندل اصلا، فهي بتقول هكمل وهختار حياتي. يمكن نهايه منطقيه جدا، واول مسلسل عربي او مصري تقريبا اشوف احداثه واقعيه ومنطقيه، وتقريبا ما فيهوش غلطه، في حاجات بسيطه كده بس تعديها. فبالتالي هو انت بتكمل طريقك مع الشخص اللي انت شايفه مناسب، مع الحياه اللي انت عايزها مش اللي غيرك عايزها. بالتالي انت بتظبط حياتك وبتظبط مستقبلك وبتظبط كل حاجه وقت الحاجه اللي انت بتشوف فيها راحتك. حتى لو قابلت ناس مش كويسه في حياتك مش مشكله، صفحه وبتتقفل، ساعه زعل بالكتير وبترجع تاني تكمل حياتك. ودي الكلمه اللي لقيتها في الاخر، انا هكمل حياتي. ومن هنا شابوه للفنانه الكبيره هند صبري على الاداء التمثيلي الرائع، والكرو كله اللي معاها كان كويس جدا، مسلسل محترم ومسلسل انصح كل الناس يتفرجوا عليه، مسلسل عائلي جدا تقدر تتفرج عليه مع عيلتك، مع اصحابك، مع اي حد، هتتعلم حاجات كتيرة وهيمس حاجات كتير جواك. مسلسل من زمان الواحد كان مفتقد يشوف حاجه زي كده. اخيرا وليس اخيرا، عايز اعرف رايك في الكومنتات، لو كنت شفت المسلسل تحت قول لي رايك، هل انت مع او ضد الفكره او مع او ضد النهايه؟ كان معكم ريفيوز وحلقه جديده وتقييم جديد. سلام عليكم.